الفصل ده انا سنه 68 كنت سنه ثالثه ابتدائي فيه. والارض هات زي ما انت شايف كده الحيطه مبنيه بطين. ايوه شايف طين حياتي من 68. احنا لو حبينا مثلا نطالب الساده المسؤولين ان هم يبنون, في ناس متبرعه بالارض يبنوا مدرسه للاطفال اللي هم يعني هنا كل بيت اقل بيت فيه ثلاثه واربع جوه المدرسه الحاليه. طيب ماشي هنا شفتي شوف بص كده مبنيه طين حياتها يعني شفت انا دور ممكن يعرف بين يوم وليله تقع. طيب نطالب مثلا ان كل مسؤول ده مثلا وزاره التربيه والتعليم نطالب السيد مثلا وزير الطرق والمواصلات عندنا حته وصله ما بين الاسفلت لبين الكوبري كيلو وربع ترصف. نطالب مثلا بكوبري ومشاه مش هيكلف الدوله مليون جنيه بدل ما مثلا العيال تغرق في المنزل المركب حد فيها اكثر من 40 عيل. الدولة ساعتها تدفع الضمان الاجتماعي يدفع 10,000 لكل واحد على يغرق. لا لا تدفعهم للعيال هتغرق ابعت عملنا ابوهم كبروا مش احنا بنشتكي من حاجات يعني خلينا في الحاجات اللي احنا نقدر عليها زي المعديه. عندنا اطفال بتعدي وعندنا مواطنين وعندنا اي شيء نقضيها من هناك ما نقدرش نقضيها. المعديه ما تصلحش انسانيا. اي حد يعدي فيها السلك بيتقطع وبنعدي في القارب الصغيره والاطفال بتقع في الميه والاهل بتقع في الميه. وعندنا كذا وسيله قالوا احنا نعمل لكم كوبري ومشاه لعمل كوبري ومشاه. وعندنا طريقنا اللي فاصله بين الدير وبين البتاع ده قبلها اسفلت يمين وشمال. قال عايزين طريق عموميه قلنا لهم في طريق عموميه موجوده عملوا الطريق من هنا وعملوا من هناك. خاصه يعني المواطنين كلهم اشتكوا من الموضوع ده بدل مرة وعشرة. بعد كده موضوع المدرسة ذاتي سيادتك كل الناس جت صورت في المدرسة. المدرسة والله العظيم في الشهر اللي احنا فيه ما تقدرش تاخد نفسك من الفصول. الفصل 3 في 3 3 متر في 3 متر يعني هو بيت مؤجر. والله نفسك ما تقدر تاخده, لازم تطلع بره في الصالة وتطلع عليه عشان تاخد نفسك وترجع.